طيب انا ما كنتش اتخيل ان الاختراع اللي انا شاركت فيه انا و200 مهندس قادر ان هو يدمر البشريه في ظرف 8 سنين بس. ما كنتش اتخيل ان المشروع ده هتبقى نتيجته مرعبه بالشكل ده. لاول مره اكون مستغرب نفسي وانا بقول مستوحاه عن قصه حقيقيه. هي مستوحاه عن قصه حقيقيه بس مين بقى فكر يكتبها؟ الكاتب محمد سيد علي. حكايات العالم الثالث رجعت تاني، ولكن رجعت بواقع مختلف، واقع مرعب جدا. يعني بقول لصديقي العزيز محمد سيد ويلكم باك، وبقول لكم انتوا كمان استعدوا علشان هتسمعوا قصتين مش طبيعيين بجد. يعني القصه الاولى اللي احنا حكينا منها حاجات بسيطه جدا دي انا بقول انها مستوحاه عن احداث حقيقيه بلا شك. فخلينا نكمل علشان الموضوع فعلا مرعب، وتعالوا لي في الاخر علشان عايزكم في حاجه مهمه جدا. ويلا بينا نبدا. انا محمد خيري وده برنامج الراوي. الجيل السادس أو المعروف دلوقتي بالواقع البديل. الفكرة بدأت لما ظهرت شركة جديدة اسمها ميتافيرس، واللي بيتلخص معناها في ما وراء الكون. المشروع كان هدفه باختصار شديد جدا أنه يصنع عالم افتراضي ثلاثي الأبعاد، والعالم ده هيبقى محاكي للواقع بشكل أعمق ويكون أفضل. وكان تبرير المشروع ده هو كثرة البشر وقلة الموارد، وتسمى البرنامج بالواقع البديل. لما ظهرت الفكرة دي اتقدم أكتر من 5000 مهندس من كل أنحاء العالم. اتحطينا تحت اختبارات صعبة من تحليل نفسي وفك رموز وشفرات علشان تتم التصفية على 200 مهندس بس. كنت أنا المهندس العربي الوحيد اللي اختاروه، مع أني ما كنتش أكفأ شخص، ولكن تم التصفية واتقبلت فعلا. ساعتها مر وقت قليل وعملوا معايا مقابلة. لما قعدت مع الشخص المعني أن هو يقابلني قال لي الآتي: هل تعرف انت تم اختيارك ليه يا بلال مع ان في كتير افضل منك؟ قلت له لا معرفش. رد وقال لي: في الحقيقة يا بلال انت اكتر شخص من اللي متقدمين محتاج الواقع البديل. قلت له اشمعنى يعني؟ خليني اقولها لك ببساطة شديدة جدا، لانك يا بلال في الواقع البديل هتقدر تشوف فرح وعصام تاني. لما قال لي الجملة دي اتفزعت، دموعي نزلت وما قدرتش امسك نفسي. وساعتها مر في دماغي فلاش باك قديم، فلاش باك للحادثة، الحادثة اللي أنا قتلت فيها مراتي وابني. أنا اللي كنت بسوق بتهور وعلشان كده حصلت الحادثة. القدر عاقبني إنهم ماتوا وأنا بس اللي عشت. عشت بس علشان أتعذب. خرجني من الحالة اللي كنت فيها دي وهو بيقول لي: لا لا يا بلال أنا مش بقولك كده علشان دموعك تنزل، أنا بقولك كده علشان يبقى حافز ليك. ابنك ومراتك هتقدر تعملهم تاني بنفس أفكارهم بنفس طباعهم، كل ده عن طريق الذكاء الاصطناعي. أكيد أنت فاهم، هتقدر تاخدهم في حضنك، هتقدر تعيش كل لحظة اختفوا فيها من حياتك وتشوفهم تاني يا بلال. وفي الحقيقة مش أنت بس، ده كل شخص في العالم، أي حد فقد حد بيحبه هيلاقيه في الواقع البديل. بعد كلام كتير منه كان دافع ليا وباور رهيب جدا أني أنفذ كل اللي مطلوب مني وكل اللي الشركة طلباه، وده في سبيل اني اشوف اللي هو بيقوله ده بيتحقق. هل فعلا هقدر احضن مراتي وابني تاني؟ هل هقدر اعيش معاهم تاني؟ اتمنى. كل شخص من المهندسين كان ليه دور في البرمجة والتصميم. الغريب اننا اتفرقنا اقسام، وكان الغريب فعلا ان محدش عارف كل قسم مختص بايه، وكانوا مشددين جدا على انه مفيش مهندس يقدر يتعامل مع مهندس في قسم تاني، ممنوع الكلام بينهم نهائي. القسم بتاعي ما كانش ليه علاقة بالأرض داخل الواقع البديل، بس كان ليه علاقة بنظام الجو والظواهر الخارجية بتاعت الجو، الشمس، الشتاء، الرعد، الحاجات دي. بعد سنة وشهرين تقريبا انتهت النسخة التجريبية من المشروع، واللي كانت مختصرة على موظفين الشركة والمهندسين بس، عبارة عن أبليكيشن بتنزله على موبايلك أو اللابتوب بتاعك وبتلبس قناع متوصل بالأبليكيشن ده. وفعلا أول ما انتهت النسخة التجريبية بدأنا نسجل حسابات خاصة بينا على الأبليكيشن. دلوقتي أقدر أقول إنه في الواقع البديل مفيش عيوب خلقية، كل اللي عليك بس إن أنت تحط صورة ليك في الحساب وهتتحول على طول بشكلك جوه الميتا. كمان لو أنت مش حابب حاجة في هيئتك تقدر تغيرها، تغير أي حاجة في مظهرك أو شكلك، تقدر تعمل ده بكل سهولة، ولكن بشرط واحد بس إنه ممنوع يتغير للأبد، يعني بعد ما تعمل التغيير ما تقدرش تعدل عليه تاني. فعلا عملت حساب
واتضافت شخصية بنفس شكلي، نفس الملامح، نفس أبعاد الجسم، كل حاجة. الموضوع كان مدهش جدا لما حطيت القناع أو النظارة اللي بنشوف منها الواقع البديل. الواقع البديل ما كانش يختلف كتير عن الواقع بتاعنا، بالعكس ده كان أحسن من واقعنا بمراحل. الشيء الغريب فعلا اللي لاحظته من ساعة ما لبست القناع هو إني قادر أشم الزهور في الواقع البديل، قادر أحس بطعم التفاحة اللي قطفتها من الشجرة جوه البرنامج. الموضوع كان حقيقي جدا، حقيقي بدرجة مبهرة. انتهت التجربة وكنا كلنا في حالة ذهول من اللي شفناه. قلعت القناع وأنا مندهش مش مصدق. لقيت رئيس القسم اللي عمل معايا مقابلة قبل كده بيقول لي قبل ما أخرج: بلال لو سمحت عايزك. رحت المكتب علشان أقعد قدامه ولقيه بيلبس القناع بتاعه وبيقول لي ألبس القناع بتاعي. في الأول كنت مستغرب علشان أنا لسه خارج زي بقية المهندسين من الواقع البديل بتاعنا. لبست القناع، دخلت الواقع البديل تاني، والمرة دي لقيت واقف جنبي في الواقع البديل بشخصيته اللي هو صممها وبيقول لي: إيه رأيك في الفيلا دي؟ رديت قلت له: جميلة جدا. كان قدامي فيلا كده شكلها حلو جدا. قلت له: حلوة جدا، ده إيه ده؟ رد وقال لي: الفيلا دي بتاعتك، هتلاقي جوه في مفاجأة خاصة بيك، اشتغلت عليها بنفسي وبرمجت ذكائها الاصطناعي بنفسي، ودي مكافأة ليك. وسابني ورجع خطوتين لورا، وأنا اتقدمت ودخلت من باب الفيلا. أول ما فتحت الباب لقيت فرح وعصام قاعدين على كنبة في صالة كبيرة. اتفاجئت ووقعت المفاتيح من إيدي، كانوا هما بالظبط. عصام بيجري عليا وهو بيقول لي: وحشتني قوي يا بابا. أما فرح كانت بتعيط وهي بتبصلي بدموع الفرحة. قربت منها وأنا بلمس شعرها وأنا في حالة ذهول. حضنتها، كان جسمها ملموس، جسم بشري زيي. أنا حاسس بيها، حاسس بحضنها ليا. ما بقتش مصدق، ما بقتش قادر أتخيل، لحد ما رئيس القسم شال القناع مني وهو بيقول لي: إيه رأيك في الإنجاز البشري الجديد؟ ما كنتش عارف أرد. كل اللي كنت عايزه إني أدخل جوه الواقع البديل تاني وبأقصى سرعة. كنت عايز أشوفهم تاني، بس هو كان رافض وقال لي إنها نسخة تجريبية ولسه هنعلن عنها بشكل رسمي قريب جدا. عدت سنة تانية كاملة على التعديلات، وأنا وكل زمايلي بنعمل أقصى ما عندنا علشان ندخل الواقع البديل، لأن الموضوع فعلا عجبنا. بعد ما خلصنا اتعرض البرنامج بشكل كبير جدا على السوشيال ميديا وابتدى ينتشر انتشار واسع جدا. البرنامج كان مجاني وسعر القناع كان قليل جدا، وده كان موضوع غريب شوية، خصوصا أن الموضوع اتكلف جدا. ولكن كان تبرير السعر القليل ده في النظام التسويقي انهم عايزين انتشاره يكون سريع جدا ويوصل فعلا لكل الناس. وفعلا الميتافيرس بقت في ظرف شهر واحد بس مع اكتر من نص الكوكب، وشهرته بدأت توسع لدرجة انه استولى على كل وسائل التواصل، وبقت وسيلة التواصل الوحيدة هي الواقع البديل. الغريب في الامر ان مفيش اي اختلاف في جوه الواقع البديل من حيث نظام الحكومات والدول، لا كل الرؤساء هي وكل حدود الدول هي. الاختلاف الوحيد هو ان بمجرد دخولك للبرنامج انت ما بتبقاش فقير على الاقل دلوقتي، لان ثروتك ساعتها بتتعدى 2 مليون ميتا، ودي العملة اللي بتقدر تشتري بيها كل حاجة انت حبيبها جوه الواقع البديل. بعد سنة واحدة بس اكتر من 3/4 الكرة الارضية بقى ليهم شخصية في الواقع البديل، وبدأنا احنا كمهندسين نحسب عدد الساعات اللي بيقضيها الفرد داخل الميتافيرس، واللي بقت في اول سنة اكتر من 14 ساعة، وبعدها وصل المعدل ل 20 ساعة في اليوم. الناس بقت تنام وهي لابسة قناع الواقع البديل. شيء غريب جدا ولكن مبرر، انت جوه الواقع البديل بتقدر تعمل كل حاجة: شوبينج، سينما، كورة، دراسة، كل نشاط تتخيله او يجي في بالك انت بتنفذه وانت نايم على سريرك من غير ما تضطر انك تتحرك اصلا. على قد ما كنت سعيد بحياتي مع فرح وعصام، وعلى قد ما ثروتي وصلت جوه العالم البديل ل2 مليار، الا ان كل ده ما منعش الشركة انها تنزل تحديثات جديدة. نزلت فعلا تحديث جديد وهو القدرة على الانجاب. ايوه بالظبط، انت تقدر تتجوز وتخلف. الطفل هيبقى عنده ذكاء اصطناعي،
هيقدر يكتسب خبراته منك ومن نشاطاتك الحياتية، هياخد نص شكلك ونص شكل زوجتك. يوسف نقول ان مع كل التطور ده الموضوع اصبح مرعب جدا، بقى في بشر بذكاء اصطناعي عايشين معانا وما تقدرش تفرق ما بينهم. حكومات الدول كلها استثمرت في الواقع البديل ده، ومع الوقت بدأ عالمنا الحقيقي ينهار، ما بقاش في حياة اصلا بدون القناع. طب هل الواقع البديل ده مستباح ان انت تقدر تعمل فيه اللي انت عايزه؟ تقدر تغلط يعني؟ اكيد لا، الغلط في الواقع البديل بيكون ليه عقاب، والعقاب كان موحد على الكل، والعقاب كان عبارة عن مسح حسابك من منصة الواقع البديل. ودي بالنسبة للناس زي الاعدام، الناس بدأت تخاف ترتكب اي غلطات علشان ما ترجعش للواقع العادي. الناس كلها بقت عايزة تعيش في الواقع البديل طول الوقت، خايفين يغلطوا وخايفين يتعاقبوا. ببساطة شديدة جدا شركة ميتافيرس اتحكمت في العالم كله، وانا من ناحيتي كنت رافض اللي بيحصل ده وصاخط عليه جدا. كنت كل ما اقلع القناع بلع عن نفسي، لانه اللي حواليها دي ما بقتش عيشة. الشوارع اصبحت فاضية جدا، وسائل المواصلات اصبحت معدومة، واللي اصعب واصعب هم البشر اللي اتحكم عليهم بمسح حساباتهم من منصة الواقع البديل. الناس دي اتحولت لوحوش بشرية وحرامية، بقوا بيجوبوا الشوارع يخربوا فيها، لانهم خلاص ما بقوش مقتنعين بالعالم العادي بتاعنا. بالنسبة لهم الواقع البديل اللي كانوا عايشين فيه هو العالم الحقيقي، والدنيا بتاعتنا دي ما بقتش تلزمهم في حاجة. اما الحكومات في عالمنا الحقيقي بقت تختلف كتير جدا عن الواقع البديل. الحكومات في عالمنا ما بقتش تعمل غير وزارة واحدة بس، بمعنى انه ما بقاش فيه غير وزارة واحدة بس، وزارة اسمها الحفاظ على البشر. الوزارة دي هدفها انها تعين ناس مسؤولة عن اكلك وشربك، وتجيبه لحد باب بيتك من غير فلوس. الحساب بتاع الحاجات دي بيكون داخل الواقع البديل، وبتتحاسب على سعر اللي اكلته بالميتة. بس للأسف مش دي الوظيفة الوحيدة لوزارة الحفاظ على البشر. الوزارة دي بتقتل الفقراء ورجال الدين، بتقتل كل اللي رافض لفكرة الواقع البديل. ومهما الناس دي بتعاني فمحدش بيسمع لهم صوت. البشر كمان بدأوا يقلوا بشكل ملحوظ، ومع الوقت ومع كل اللي بيحصل ده اكتشفت اني مش لوحدي من المهندسين اللي رافضين الفكرة. كان في مهندس اسمه كلارك جونز، كان خبير التقنية في قسم السيرفرات المتحكمة في الأقنعة. بدأنا نخطط أنا وهو بعد ما حكيت له وحكالي كل الحاجات اللي هو رافضها واللي أنا رافضها في البرنامج ده، وابتدينا نفكر جديا أننا لازم نمحي وجود البرنامج ده. وفعلا العدد بتاعنا زاد، وبقينا أكتر من 10 مهندسين من مختلف الأقسام رافضين اللي بيحصل، وبدأنا مهمتنا في سرية تامة. كلارك كانت فكرته الأولى أنه يمحي العملة من البرنامج، وده هيعمل خلل للمستخدمين بأنهم مش هيقدروا يستمتعوا برغباتهم جوه الواقع البديل. أما أنا فعملت خلل في نظام البرنامج، وبدأت ألعب في النظام الجوي والأمطار والعواصف، وبقى الجو داخل الواقع البديل مش أحسن حاجة. بدأت الأمطار تنزل جوه البرنامج بغزارة شديدة جدا، والعواصف بدأت تهب على المستخدمين باستمرار. ولكن كل ده ما كانش بيحوق قوي، لأن أغلب المهندسين قدروا أنهم يحلوا كل المشاكل دي في ساعات معدودة. كنت خلاص شبه فقدت الأمل أني أوقف اللي بيحصل ده، لحد ما في يوم جات لي مكالمة من كلارك، وكان بيقول لي فيها: بلال، أنا خلاص قدرت أوصل لفكرة أني همسح شفرات الموقع كله، وبكده الموقع هيقع بدون رجعة وهتختفي كل الحسابات. الموضوع هياخد نص ساعة تقريبا، لو فشلت أعرف أني اتمسكت وإن بعد كده مفيش أي أمل. خلصت المكالمة دي ولبست قناعي فورا، ووصلت للفيلا بتاعتي في الواقع البديل. حبيبي انت جيت؟ رميت المفاتيح وما ردتش عليها. قرب مني عصام ابني وهو بيقول لي: مالك يا بابا، انت زعلان؟ قعدت على الكرسي بحزن شديد، فقربت مني فرح: مالك يا بلال، فيك حاجة متغيرة؟ انا عايز اقولك ان انا اسف يا فرح. اسف؟ اسف ليه؟ طول عمرك كنتي بتقولي لي سوق بالراحة. انت عمرك ما سقت بتهور، مالك؟ انا عمري ما سقت بتهور بعد ما ظهرتي في حياتي تاني. حياتك تاني؟ مش فاهمة. اقصد بعد ما كنت السبب في موتك انت وعصام. بلال انت مالك، فيك ايه النهاردة؟ في انه ما ينفعش نعترض على قدر ربنا.
في انك مش حقيقية يا فرح، انت متي من 10 سنين. مت؟ مت ايه بس حبيبي؟ انا قدامك. لا، انا اللي مخليكي قدامي باقناع انا لابسه. انت مش موجودة يا فرح. بلال احنا لازم نروح لدكتور، انت ما بقتش متزن. بصلها عصام وهو بيقول لها ماما هو بابا بيعيط ليه وهو بيكلمك؟ شديت عصام ناحيتي وانا بحضنه وبقول لفرح تعرفي المشكلة يا فرح، انكوا حقيقيين، انكوا حقيقيين جدا، بس ما ينفعش، ما ينفعش تكونوا موجودين، العالم ده مش حقيقي يا فرح. وانا بكلمها التلفزيون اللي في الصالة اختفى، الكراسي بدأت تختفي. فرح بدأت تبص باستغراب وعصام بان عليه الخوف، وبعد دقيقة عصام اختفى من ايديها. فرح ابتدت تصرخ وهي بتقولي بلال ايه اللي بيحصل، هو فيه ايه؟ مسكتها من كتفها وقلت لها في انك هتوحشيني يا فرح. الفيلا بدأت تختفي، فرح بدأت تختفي وانا سامع صراخها وببكي. شلت القناع ولقيت 8 مكالمات فايتة من كلارك ورسالة مكتوب فيها أنا نجحت يا بلال، الموقع اختفى، ما بقاش في واقع بديل. القصة التانية برضو من حكايات العالم الثالث للكاتب محمد سيد علي، فتعالوا نشوف بتقول ايه. أنا ما كنتش أتخيل إن أنا أشوفه تاني، ما كنتش أتخيل إن أنا ممكن أشوف عزيز تاني. عزيز كان صديقي الوحيد، بعد ما بقى عالم كبير في علم النفس والطاقة واسمه بقى يتردد في كل أنحاء العالم، ما كنتش أتخيل أبداً أن خبطة الباب الساعة 9 بالليل هيكون وراها عزيز. عزيز اللي أنا ما شفتوش بقالي كتير جداً. لما فتحت الباب كان جوايا شعور ناحيته مش عارف أوصفه، بين الشوق كده الأيام الثانوية والجامعة وإني أقول له قد إيه هو وحشني، وما بين شعور بالكره ناحيته، كره لأنه سرق مجهودي في مشروع اللوسيد دريمينج أو الاستيقاظ جوه الحلم. خد المشروع بكل بساطة، عمل عليه شوية تعديلات وقدمه، ونسي سهري معاه بل وكمان نسيني بالمرة، مع إني أنا كنت ممكن أعمل كده لأن فكرة المشروع ده كانت فكرتي من الأساس. فكرة مشروعي في الكلية كانت بتتلخص في إنك تصحى جوه حلمك، وكمان تتحكم في إنك ممكن تطير مثلا أو تصنع شيء أنت عايزه، أو حتى تعيش قصة حب مش قادر تعيشها في الواقع. الموضوع كان أشبه بلعبة فيديو جيم. كل ده جربته أنا وعزيز لمدة 8 سنين، ولكن جه عزيز وخد المشروع وعمل عليه تطورات وقدر انه يخلق عالم جديد، عالم جديد اسمه Out of Body Experiences او تجربة الخروج من الجسد. اعتمد بشكل كبير جدا على مشروعي وضاف لي حاجات بسيطة وقدمه، واتبعتت له دعوة من امريكا علشان يناقش مشروعه. اسمه لمع جدا في الكلية بتاعتنا، وده خلى كل الطلبة يقربوا منه بما فيهم مريم. مريم دي بكل بساطة كانت حب حياتي، ولكن كنت عمري ما فكرت اقرب منها، عمري ما فكرت أصرحها أو أتكلم معاها، ويمكن هي كانت السبب الأول في مشروع اللوسيد دريمينج. من ضمن الأسباب اللي عملته علشانها هو أني أقدر أخلق قصة حب وهمية، قصة حب مش موجودة بس غير في حلمي. عزيز قرب لها واتجوزوا وسافروا برا، وعدت سنين كتير جدا. وديني دلوقتي فاتح الباب علشان ألاقيه لابس بالطو أسود وبيبصلي بابتسامته المعهودة وبيقول لي عيسى وحشتني جدا، ما كانش ينفع انزل مصر من غير ما اشوفك. قرب مني علشان يحضني، حضنته بمنتهى البرود وانا بقول له نورت مصر وبيت اخوك يا عزيز. دخل وقعد ورحت عملت قهوه. طول ما انا بعمل القهوه وهو عمال يتكلم عن الماضي، عمال يتكلم عن ايام الكليه، ايام المشروع وعني وقتها، لحد ما مليت قعدت قدامه وانا بقول له انت جاي لي ليه يا عزيز؟ انا عارف انك شايل مني وعارف انك مش طايقني، بس انا عارف انك اكتر واحد تقدر تساعدني. بصيت له وانا بضحك بخبص شديد جدا وانا بقول له وتفتكر يا عزيز ان حتى لو بمقدرتي اني اساعدك انا ممكن اعمل كده؟ رد وقال لي على حسب يا عيسى، السؤال ده نسبي، لو عايش على ذكريات الماضي ولسه بتفكر فيها فاكيد هشرب قهوتي وامشي، بس لو عايز تمد ايدك للمستقبل فأنا بمدي لك إيدي وعايز أكفر عن الماضي. بتمدي لي إيدك؟ أنا ما كنتش عايز أقول الكلام ده، بس
أنا بطلب منك دلوقتي إنك تخرج برا بيتي. بيتك؟ أنهي بيت ده يا عيسى؟ العشة اللي أنت قاعد فيها دي بتسميها بيت؟ ولا الحي بتاعك الفقير ده؟ الحياة فرصة يا عيسى ولازم تستغلها. فرصة طبعا ولازم استغلها، زي ما انت استغلتني زمان مش كده؟ زي ما انت سرقت كل احلامي صح؟ ما بحبش الدراما يا عيسى، بس هكون درامي علشان خاطرك ومش هخليها بيزنس. غير صوته كأنه بيستقل باللي عمله فيا وكمل وقال: اعتبرني يا سيدي اني جاي اكفر عن كل ذنوبي ليك، واني يا عيسى ما بنامش الليل، واني جاي اعوضك عن كل ده ب2.5 مليون دولار. لما سمعت الرقم اتخضيت ونسيت اللي كنت هقوله من سخريته على اللي عمله فيا وعلى طريقة كلامه السخيفة دي، ولقيت نفسي بقوله: 2.5 مليون دولار ليه؟ مقابل ايه؟ ضحك ورجع ظهره على الكرسي وهو بيولع سيجارة. ايوة هي دي نظرة شغفك بتاعت زمان، وهي دي النظرة اللي انا كنت مستنيها. سكت وبصيت له وقلت له: ما جاوبتنيش، ايه المقابل لده؟ طلع من الشنطة بتاعته كتاب صغير كده وبصلي وقال لي: أسترال بروجيكشن. بصيت له وانا مش فاهم، فلقيته بيكمل: الاسقاط الاثيري او الخروج عن الجسد. وضح لي عزيز انت عايز ايه. هوضح لك، فكرة مشروعي هي الجسم الاثيري، ودي مادة موجودة في السماء والارض وجوه جسم الانسان المادي. الجسم الاثيري ده يشبه تماما جسمك المادي بنفس الخلايا والتكوين، ولكن الفرق الوحيد ان جسمنا اللي بنتكلم منه دلوقتي جسم صلب، اما الجسم التاني مش بتحس بيه، وده طبعا لعوامل كتيرة قوي يا عيسى ما اقدرش عدها لك. الجسم الاثيري ده مش مربوط بوقت وقوانين للحفاظ على حياته زي الجسم المادي. قطعت وقلت له: عزيز الموضوع ده محتاج دراسة وقراية، وانا ما بقتش زي زمان، فارجوك قول لي انت عايز ايه من غير شرح ملوش اي فايدة. رد عليا وقال: بالعكس انت اكتر واحد هتفهمني يا عيسى. هبسطها لك، تقدر تقولي كنت بتتحكم في احلامك ازاي مع ان جسمك المادي على السرير؟ الناس اللي في غيبوبة بقالها عشرات السنين تقدر تقولي عايشين ازاي؟ الناس اللي بيبقوا واخدين بنج عالي ازاي في حالات منهم بتقدر تكون مدركة للي بيحصل بره مع انهم متبنجين، مع ان جسمهم متخدر وكل حواسه مش شغالة؟ كل ده بيتلخص في ان جسمك الاثيري هو الاساس، اما الجسم المادي مربوط بحبل كده اسمه الحبل الاثيري، وساعة الموت بيتقطع الحبل ده وبيتحط جسمك المادي في التراب، اما روحك والجسم الاثيري بيروحوا مكان محدش يعرفه. كلام كويس، بس انا برضو ما فهمتش ايه اللي مطلوب مني. بص يا عيسى، انا عايز نأكد ونثبت تجربة السفر من الجسد لمكان انت عمرك ما روحته، وعايزك تقولي 10 معلومات عن المكان ده، بشرط انها ما تكونش معلومات بديهية، وانت الوحيد يا عيسى اللي شفته في خلال السنين دي يقدر يعمل اللوسيد دريمينج ويعيش جوه حلمه ببراعة جديدة جدا. بس في حاجة مهمة جدا، انا مش عايزك تجيب سيرة انك كنت بتعرف تنفذ العملية دي زمان وكأنك اول مرة تعملها. ضحكت وقلت له: كأني يعني شخص عشوائي وانت هتنفذ عليه التجربة، بس انت بتقول ان ده مش حلم، ده هيبقى واقع. بالظبط كده يا عيسى. طيب وهنعملها ازاي يا عزيز؟ طلع من جيبه تذكرة سفر حطها في ايدي وقال لي: تذكرتك اهي جاهزة ومش عليك غير الموافقة. بصيت له وقلت له: قبل ما امشي من هنا تحولي ال2.5 مليون دولار. اتنهد وقال لي: ما تقلقش هيكونوا عندك بكرة. ودعني وسابني افكر في اللي ممكن يحصل. فضلت افكر في حياتي وان ازاي ملهاش قيمة، وان دي فرصة لازم استغلها حتى لو فيها مكسب لعزيز، حتى لو فيها مكسب لي فانا كمان هستفاد، وهيكون في مكسب ليا انا كمان. تاني يوم فعلا اتحولت لي الفلوس وسافرت امريكا بعدها بيوم. كنت بتمشى في الشوارع مع عزيز وانا بحسده على كل اللي هو فيه. رحت بيته وشفت مريم، كان سلامها عليا بارد جدا. شفت ولاد عزيز ولاد مريم خلفوا وبقى عندهم اولاد وبيت واسره. مكنتش مستحمل، دخلت انام علشان ميعاد التجربه كان تاني يوم الصبح. تاني يوم فعلا رحت المقر مع عزيز. المقر كان كبير جدا ومليان باساتذه وعلماء كتير. عزيز كان بيشرح لهم عن بدايه التجربه وعن اللي ممكن نوصل له بعدها، ولكن اثناء الشرح قال جمله ما قالهاليش في اتفاقنا. قال ان التجربه خطيره
ولو اتقطع الحبل الأثيري من جسمي هموت. اترعبت من الجملة دي، وكنت خايف أكتر لما بعض الناس اللي كانت موجودة بدأوا ياخدوني على الأوضة اللي هيعملوا فيها التجربة. طول ما أنا ماشي كنت بقول لعزيز: أنت ما قلتليش الكلام ده، أنت ما قلتليش إن التجربة دي خطيرة. قرب مني وهو بيقول لي: كل تجربة يا عيسى فيها خطورتها، بس ما تقلقش مش هيحصل لك حاجة، أهم حاجة إنك تركز على الحبل الأثيري اللي رابط بينك وبين جسمك، ده كل اللي عليك يا بطل. حطوني على جهاز وكان قدامي شاشة كبيرة، أكبر شاشة شفتها في حياتي، بتعرض الفضاء الخارجي والمجرات، ولقيت عزيز بيشرح على الشاشة دي وبيقول: تجربتنا باختصار إننا هنسافر بجسد عيسى للقمر، وهيقول لنا من هناك إيه آخر التطورات اللي حصلت للقمر، ومن خلالها هنبين صحة المعلومات. التجربة هتتم خلال ساعة واحدة، ولكن هو مش هيحس بالوقت. بعدها قرب عزيز من ودني وهو بيقول لي: أعتقد أنا كده عوضتك، الرحلة هتبقى ممتعة بس صدقني مش هتعجبك. كنت خايف، سابني هو بيهز راسه، وبدأوا هما يخلوني أركز مع الشاشة، وبدأ عزيز يقول كلام غريب من كتيب صغير، ولقيت نفسي بفقد الوعي تدريجي والدنيا بدأت تظلم. وبعد ثواني قمت من على السرير اللي أنا محطوط عليه، بس كنت حاسس بدوخة وأنا بقوم، وتلفت لقيت نفسي نايم على السرير. قمت من السرير مفزوع وأنا مش فاهم إيه اللي بيحصل، ولقيت نفسي مربوط بحبل مشع بيني وبين جسمي. فضلت أتجول في الأوضة وأشوف الشاشة الكبيرة اللي معروض فيها الفضاء. قربت من باب الأوضة علشان أفتح الأكرة لأني مش فاهم أي حاجة، بس لقيت جسمي بيعدي من الأكرة، جسمي بيعدي من الباب كله. على قد ما هو كان شعور حلو إلا أني كنت خايف. خرجت علشان ألاقي عزيز ومجموعة من العلماء بيراقبوني من أجهزة كمبيوتر. خرجت من المقر واكتشفت أن محدش حاسس بوجودي، اكتشفت كمان أني بطير، كنت بطير بس وأنا في الهواء طاير حسيت بوجود أجسام مشعة زي بالظبط، ولكن ملامحها مش باينة، كانوا بيطيروا المكان أنا مش عارف فيه أي حاجة. ولكن مشيت وراهم بحذر لحد ما لقيت نفسي بطلع في السماء، وخرجت من الأرض ورا السرب الغريب ده، وكنت سامع صوت جاي من بعيد بيقول: عيسى أنت سمعني؟ عدت أكتر من 4 ساعات، لو سمعني حاول تهز راسك أو غمض عينيك، وحاول هتقدر. حاولت أغمض عيني وهز راسي بس ما قدرتش، مش قادر، لحد ما الصوت اختفى، ولقيت فجأة حاجة غريبة جاية من بعيد، حاجة عاملة زي الدوامة، دوامة لونها اسود، كانت بتسحبني بقوة شديدة جدا وانا مش قادر، مش قادر ابعد عنها. حسيت كل حاجة سودت وكأني بطير في بعد تاني، مفيش حواليا اي حاجة غير الفراغ. لقيت نفسي بنزل جوا قاع غريب وبيغمى عليا، وبمجرد ما صحيت: عيسى حبيبي قوم يلا الفطار جاهز. قمت من على السرير وانا خايف، وسمع الصوت ده جاي من الصالة، صوت واحدة بس مش عارف خارج من مين. الأوضة اللي كنت نايم فيها كانت جميلة جدا. قمت من السرير وأنا بتأمل بغرابة شديدة جدا اللي حواليا، جيت أخرج من الباب خبطت بدماغي في الباب، مكنتش عارف في إيه وأنا رجعت عادي تاني إزاي، أنا كنت في التجربة وبطير، أنا فين؟ فتحت باب الأوضة علشان ألاقي مريم قاعدة على السفرة ومعاها طفلين. إيه يا حبيبي كل ده نوم؟ أنت اتأخرت على المحاضرة. كنت ساكت مش بتكلم، بصيت في الصالة علشان ألاقي حاجات متعلقة على الحيطة، شهادات تقدير مع مجموعة من الأوسمة، إيه ده؟ ولكن كل ده كان كوم، والصورة دي كانت كوم تاني، صورة ليا أنا ومريم لابسين فيها عريس وعروسة في فرح. قعدت وأنا مش عارف أقول إيه، فلقيتني بقول: مريم هو في سجاير في البيت ولا أنزل أجيب؟ الأولاد بصيت لي باستغراب شديد، ومريم رفعت حواجبها ولقيتها بتقول لي: سجاير؟ انت من امتى بتدخن يا عيسى؟ اتوترت وقلت لها: لا لا لا، ده عشان بس عايز اجرب حاجه كده، مش ليا طبعا، مش ليا. وانا قاعد جالي تليفون من شخص اسمه مستر ليكسفور، رديت. الغريب في الامر انه كان بيتكلم الماني، والاغرب اني كنت فاهمه، كان بيحدد ليا ميعاد علشان يناقشني في موضوع بحثي الجديد، بحثي عن الاكوان المتعدده وعلاقتها بالسفر عبر الجسد. كل ده وأنا مش متأقلم على اللي بيحصل، أنا مش فاهم فيه إيه، أنا إيه اللي بيحصل لي، دي مش حياتي.
غيرت هدومي ونزلت، ركبت عربية واكتشفت ان انا عارف اسوق. اتجهت ناحية المكان اللي قال لي عليه، كان كافيه وقعدنا فيه وتكلمنا، وقال لي: مستر عيسى، انا مقدر بحثك جدا وعارف ان الكل حدث اكتر من نتيجة، وده اللي درسته، ان لو في موقف اتعرضت فيه للموت وما متش فانت كده مت في عالم موازي تاني. زي مثلا لو قلنا ان في الحرب العالمية التانية اكيد في عالم موازي تاني المانيا خسرت فيه، وبنفس المنطق ده كانت ممكن امريكا تبقى قوة عظمى، ولكن كل ده افتراضات ملهاش اي صحة حتى الان. وبعدين مستر عيسى، مفيش اي صلة تقدر توصل بيها لحد من التوأم بتوعك في الاكوان التانية، وده بيخليها مجرد نظرية. فانك كمان سوري يعني تيجي ترفق كل ده في نظرية الاسقاط النجمي واننا نقدر نحس بوجودهم؟ اكيد طبعا لا، ولكن خلينا اقول ان بحثك ده شد انتباهي جدا، وعشان كده انا طلبت مقابلتك. مع كلامه ده ابتديت افهم، انا في عالم غير العالم بتاعي، القرارات بتاعتي اللي كانت فيها كذا نتيجة بتتحقق عليا. مريم كانت حب حياتي في العالم بتاعي وما قلت لهاش، بس في العالم ده مريم مراتي، مشروعي اللي سرقه عزيز لنفسه كنت انا قادر برضو انسبه لنفسي، وده انا عملته هنا بالفعل، ولكن عزيز فين؟ الغريب ان كل المعلومات اللي كان بيقولها عزيز ليا في اول مقابله لينا انا عارفها ويمكن اكتر منه. رجعت البيت وانا مش عارف اعمل ايه، اتاقلم على حياتي عادي واعيش مع الانسانه اللي حبيتها واطفال انا معرفهمش، ولا اعمل ايه؟ بيتك؟ انهي بيت ده يا عيسى؟ العشه اللي انت قاعد فيها دي بتسميها بيت، ولا الحي بتاعك الفقير ده؟ الحياه فرصه يا عيسى ولازم تستغلها. انا فرصتي جاتلي وبدأت أعيش في حياتي الجديدة والمثالية، بس اكتشفت أنها مش مثالية زي ما كنت فاكر. مريم كل حياتها نوادي وخروج، واكتشفت أنها كمان ما بتحبنيش زي ما كنت فاكر. أولادي كمان بيخافوا مني، بيخافوا يقعدوا معايا وبيتعاملوا معايا بحذر شديد جدا. علشان كده أنا قررت أني أنزل مصر، يمكن أقدر أتشفى في صديقي القديم عزيز بعد ما عرفت أني أخدت مشروعي لنفسي بس، وأنه هو اتناسى تماما. مصر كانت متغيرة كتير عن اللي أنا عرفها، ولما سألت عن عزيز عرفت أنه مات منتحر بعد أول سنين ليا في السفر، ومن نظرات ناس كتير جدا كنا نعرفهم كانوا بيبصوا لي بحقد جديد كأني أنا اللي قتلته. رجعت بيتنا القديم وحضنت أمي وسألتها عن أبويا وأخويا نوح الأصغر مني، بس شفت غرابة في عينيها وهي بتقول لي: هي الغربة لحست دماغك؟ أبوك مات في الحرب، ومين نوح ده كمان؟ فهمت، علشان كده ما ردتش. أبويا كان من المشاركين في حرب أكتوبر، وبالتالي بالاحتمال اللي أنا عايش فيه يبقى أبويا مات، وأخويا نوح اتولد في 1975، فأكيد أنا كده ماليش أخ. إيه اللي بيحصل؟ أخدت أول تذكرة لألمانيا، ومع وصولي كنت عارف أنا هعمل إيه كويس. فتحت الكتاب الصغير اللي كان معايا وشغلت شاشة عليها فضاء خارجي زي ما عملوا معايا بالظبط. اتصلت بمريم علشان اودعها، ولكنها ما ردتش عليا. بصت الاطفال ودخلت الاوضه، كنت عارف اني لو مشيت من الحياه دي يبقى انا هكون في الاحتمال التاني اللي قال لي عليه عزيز، التجربه خطيره وممكن فيها الموت. بس ما ترددتش ونفست، حسيت بنفس اللي حسيت بيه، ولقيت نفسي بطير وبدخل جوه نفس الدوامه السوداء وبفقد الشعور نهائي وبيغمى عليا. ولما فقت لقيت نفسي على سرير في مستشفى، حواليا أمي وأخويا نوح وعزيز ومريم وأطفال، دول أطفال عزيز، وواقف جنبهم دكتور بيقول: دي معجزة، معجزة أنه يفوق من غيبوبة بعد 6 سنين. كانت الصدمة ليا وأنا حاسس أني قعدت بس 3 أو 4 أيام. أمي فضلت تبوس في عزيز وأخويا يحضنه وأنا مش فاهم في إيه. عرفت أن عزيز هو اللي كان بيدفع تكاليف المستشفى بالكامل، وهو اللي صمم أنهم ما يفكوش عني الأجهزة. وبعد شوية وبعد ما الناس كلها مشيت، لقيت عزيز داخل عليا وهو بيقول لي: الرحلة كانت ممتعة، بس كنت عارف انها مش هتعجبك يا صديقي. الحمد لله على السلامة. بكده تكون انتهت القصص، اتمنى تكون عجبتكم. بشكر صديقي محمد سيد على القصتين دول، وبشكركم انتوا كمان على حسن الاستماع. ودي كده كانت بداية عودة حكايات العالم الثالث. ان شاء الله لينا بعد كده قصص كتير جدا، متأكد 1000000% انها هتعجبكم. حابب كمان انوه على حاجة انا قلتلكم عليها قبل كده، الا وهي قناة محمود خيري اخويا.
القناة دي هينزل عليها قريب جدا قصة مشتركة مزدوجة ما بين القناة دي والقناة بتاعته، فادخلوا هناك واشتركوا في القناة ولفوا لفة كده في الفيديوهات هتلاقوا في حاجة تخصنا هناك أو حاجتين تقريبا. القناة اللينك بتاعها في صندوق الوصف، ادخلوا عليها دلوقتي وبس كده. لو عجبتكم القصص ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة لو انتم مش مشتركين، فعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وانضموا لجروب عائلة الراوي على الفيسبوك علشان تشوفوا الكواليس. شوفكم الحلقة اللي جاية وتصبحوا على خير.